الحمد لله مولى الذاكرين الأبرار رافع قدرهم في محكم الآيات وصحيح الأخبار نحمده سبحانه وتعالى على الإكرام والإعظام ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي صرح الله له صدره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وإن قلوبنا لتطمئن الفرحة العامرة حينما نكون بين إخواننا وهذه المجهودات التي يقومون بها هؤلاء القيمون عن المسجد نسأل الله تعالى أن تكون لهم صدقة جارية وكذلك الإخوة في هذا المسجد بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول يعني هذا المسجد جمع أناسا منهم الشيخ نور الدين نعرفه وهو يرافقنا في دولة كندا جزاه الله خير الشيخ عزيز كذلك مجهوداته في الدعوة فنسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفق الحضور ثم أحببت أن تكون كلمتي مع إخواني حول لغة القرآن والعنوان الذي وضعه الإخوان أخطار تهدد لغة القرآن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة عربية فصيحة إنا أنزلناه قرآنا عربيا هذا القرآن العربي الله سبحانه وتعالى اختار له اللغة العربية هذا الاختيار ليس لشيء عصبي يعني ليست عصبية وإلا فالإسلام وحد بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي فلذلك ليست عصبية أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة عربية ولذلك هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه اللغة؟ هذه اللغة التي سنذكر واقعها في أمتنا سواء الناس اللي يعيشوا في الغرب أو الناس اللي يعيشوا في الغرب واقع اللغة العربية أصبح مشابها للدول العربية مع الدول الغربية إلا فيما نظر يعني إذا استثنينا بعض الدول من خصائص هذه اللغة العربية أنها لم تفقد كينونة ألفاظها وذلك أن الرجل الغربي مثلا رجل أمريكي أو الرجل البريطاني إذا تكلم باللغة الأصل الأولى لا تعرف ماذا يقول لكن اللغة العربية بقيت محافظة على أصولها إذا قلنا إن الرجل قبل 50 سنة كان يقول لولده اكتب ويفهم المتكلم الكتابة فإن غيرها من اللغات لم يعد كذلك تطور وتغير ولذلك من مقاصد إنزال القرآن على 7 أحرف استيعاب لغة العرب النبي صلى الله عليه وسلم ليوافق بعض العرب في لغتهم نطق ببعض الألفاظ كما روى الإمام البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أم بري أم صيام في أم صفر هذه أم في بعض القبائل يجعلونها أل ليس من البر الصيام في الصفر فالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم إذا سمعوا رسول الله وهو يتكلم بلغتهم فرحوا وكان ذلك أقرب لقلوبهم يعني هذا رجل يتكلم بلغتنا وبلهجتنا فقال ليس من أم بر أم صيام في أم صفر أي ليس من البر الصيام في الصفر وهذا الحديث حمله العلماء على سببه وهو أن رجلا صام في الصفر فأغشي عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في الصفر وإلا فقد قال الصحابة كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ولا ننكر بعضنا على بعض أنت في سفر أردت أن تأخذ بالرخصة أو أردت أن تأخذ بالعزيمة وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزيمته وعزائمه ما هي الرخصة عندنا؟ شاركونا لسنا أعلمكم يعني وإنما إن شاء الله نتشارك الرخصة هي الفطر الرخصة هي القصر في الصلاة الرخصة هي الجمع والعزيمة هي الصيام وهي إكمال الصلاة وهي آداب الصلاة في وقتها
إذا هذه اللغة التي ارتبطت بالدين، ولذلك الإمام الشاطبي يميل إلى عدم ترجمة القرآن، وأنه لا يجوز ترجمة القرآن، لأن الكتب السابقة حرفت بسبب ترجمتها، وإنما يقول يجب أن تترجم، أن يترجم للكافر بقدر ما يقوم به دينه على انتظار أن يتعلم لغة القرآن، ولذلك يميل لعدم الجواز، ويقول إن اللغة العربية اشتملت على خصائص، فمن خصائصها الاستعارة والكناية، وهذه الأمور البلاغية قد تتخلف في بعض اللغات. رأيتم إلى الرجل الذي أراد أن يفسر قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم بالفرنسية، اليد شنو هي؟ في اللغة يد الله فوق أيديهم من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى يدا ليست كيد البشر، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا ربعت يدي، علاش؟ باش ما نشيش يدي، لأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما جاء ليترجم القرآن باللغة الفرنسية وضع لما هي يد الله فوق أيديهم. أهل السنة يثبتون الصفة التي هي اليد، ويثبتون لازم الصفة الذي هو المعونة والتأييد. يد الله فوق أيديهم، يد الله حقيقة على ما وصف الله تعالى به نفسه، وأنه معهم ومؤيدهم. الله نور السماوات والأرض، جاء إلى كلمة نور فوضع لمياه، لمياه هو الضوء. النور قد يكون في السواد، ولذلك كان بلال منور ورجل أسود، والضوء ليس هو النور، النور شيء زائد عن الضوء، فيه هداية، ولذلك وصف القرآن بأنه نور مش ضوء. فكل هذه الأمور من خصائص هذه اللغة، ولذلك نحن لما نقول تعلم العربية، الرجل في الخرطوم وفي طرابلس وفي أي مكان يتعلم لغة القرآن، وليست عصبية، وكلهم يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا فرحوا بقيس أو تميم. إذن هذه هي لغة العبادة، ولذلك الإنسان مرتبط في صلاته بالتكبير وبالتسبيح وبقراءة القرآن، وكذلك مرتبط بالحج لبيك اللهم لبيك. فلماذا يحسن هذه العبادة إذا لم يتعلم لغة القرآن؟ ولذلك الإمام الشاطبي يقول إن ترجمة القرآن قد تفقد بعض المعاني الأصلية الشرعية. ثم تكلم على عربية القرآن، أمية المخاطبين، إقامة الحجة على المخاطبين، وهذا يجري على المقاصد التكميلية في إنزال القرآن هداية للناس. ثم إن هذه اللغة لما كانت لغة شرعية وأخذت من العرب لتنتقل إلى لغة الدين، نقلت بعض الألفاظ نقلت من الوضعي إلى الوضع الشرعي. وضع يعني تواضع الناس، شنو كان قصده الوضع؟ أن يتواضع الناس على وضع لفظ يضعونه لكلمة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن بين الألفاظ وبين الأشياء علاقة. شوف أنت إذا قلت لك مثلا حجرة، جبت حجرة وقلت لك أودي هذه الزبدة، أش غتقول لي؟ لا ما تجيش. كلمة زبدة كتجي في الذهن أنه شيء مش أكل شوية رطب، يعني أنت تبارك الله شيء رطب. فهذه كلمة زبدة ما تجيش تقول لي ضربت بالزبدة راسه، يعني حصل. قال الشيخ العثيمين لأن بين الحروف، وهذا الشيخ نور الدين يدرسه إن شاء الله راك يدرسه، يعني بين الحروف اللي هي حروف شدة، حجر في شدة، والشدة هي انحباس الصوتي، انحباس جريان الصوتي عند النطق بالحرف، حجر.
ليس مثل الحروف التي فيها سهولة وفيها إذلاق أو الحروف البينية وبين رخو والشديد لين عمر. فهذه الأمور هي خصائص باللغة العربية. نقلت العرب كانت عندهم الصلاة، كانت عندهم لفظ الصلاة، وكان عندهم لفظ الحج، ولكن لما انتقلت الصلاة من الوضع العربي إلى الوضع الشرعي أصبحت عبادة مخصوصة بهيئة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كذلك أصبح من معانيها الدعاء لهم، الصلاة عليهم بمعنى الدعاء لهم. إذن هذا نقل. الحج في اللغة هو القصد، القصد، فأصبح نقل إلى الحج وهو الإحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفا، أصبح عبارة عن هذه العبادة التي يتوجه إليها الإنسان ثم يحرم من الميقات ثم يعزم نية حج أو عمر. فهذه اللغة لغة ثرية، يعني حتى يقول حافظ إبراهيم وسعت كتاب الله لفظا وغاية، أن البحر، يعني هذه اللغة لغة ثرية. فكذلك نقلت هذه الألفاظ من المعنى الوضعي إلى المعنى الشرعي، ولذلك لما نقلت إلى المعنى الشرعي أصبحت لها قداسة. وبعض السلف استشكلوا أمورا لغوية، مثلا عمر بن الخطاب يذكر عنه أنه قرأ قول الله تعالى لا مناص، فخرج فوجد غلاما يلعب، غلاما يلعب، فيلعب مع نملة، فإذا أرادت أن تفر منه قال لا مناص، فعرف أن لا مناص معناها لا مفر. قرأ ابن عباس فاطر السماوات والأرض، فخرج فوجد أعرابيين يتلاحان حول بئر، يقول واحد أنا فطرتها والآخر يقول أنا فطرتها، فعلم أنها أنا ابتدأتها، والله تعالى فاطر السماوات والأرض مبتدئ خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق. إذن فهذا كله يشهد بثراء هذه اللغة العربية، واقع اللغة العربية في مجتمعاتنا. نأخذ على مثال الدول العربية، يمكن أن أعطي نماذج من عندنا يعني ولا أدري. واقع اللغة العربية في بلداننا عوضت باللغة الأجنبية، فأصبح فخرا أن تتكلم باللغة الأجنبية. أنا أدرس، فيأتيني الآباء أول ما يسألون هل يتقن ولدي اللغة الأجنبية، هي التي يسأل، لا يسأل عن اللغة العربية ولا عن مستوى في الدراسات الإسلامية ولا في التعليم الإسلامي. يقول لك ودي كيفاش ودي الفرنسية وكيف عم في الإنجليزية، بل أصبح يكلم ابنه باللغة الفرنسية في البيت، وهذا خطر. لماذا؟ يقول بعض الفلاسفة إن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، وأن اللغة تعبر عن الفكر. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في الخلق والدين، ولذلك من شابه كلامه كلام السلف أثر ذلك في خلقه وفي دينه. فهذه هي القضية، أنك تنقل ليست لغة، مش قضية لغة، أنت تنقل ثقافة. ولذلك اللغة العربية ارتبطت بمكان نشأتها. شوف رجل عربي إلا دابا جبتي لي شي خبر مفرح اش كيقول لك هذا الخبر قد اللي جاب عنده جائزة إن شاء الله من هذا الأخ عزيز إن شاء الله العربي أصلا لا نقول أصلا يعني شكون؟ شكون قال فين؟ ما شاء الله يستحق جائزة. كيقول لك الرجل الصحراوي العربي هذا الخبر أثلج صدري، علاش؟ لأنه رجل يعيش في الحرارة. شوف الفرنسي إيش كيقول لك؟ سامشوف لاكور، هذا الخبر أدفأ صدري. لماذا؟ لأنه يتكلم عن طبيعته، طبيعة حرارة، جاء الخبر
أثلج صدري رجل وانتم شفتوا حرارة الجزيرة العربية، أنتم حججتم إن شاء الله واعتمرتم. فكل هذه خصائص. فواقع اللغة العربية الآن عوضت في وسائل الإعلام، أصبحت وسائل الإعلام المقروعة أصبحت تستعمل الدارجة، بل في لوحات الإشارة أصبحت الدارجة، بدعوى أننا نتمرد على هذه اللغة. حتى قالوا إن تقسيم اللغة إلى اسم وفعل وحرف، هذا التقسيم نتجاوزه لأنه كان من وضع علي بن أبي طالب وكانت له قداسة، فالآن نحن نتمرد على هذه القداسة ونخلط اسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهة والاسم والفعل والحرف ونعمل تقسيم سداسي أو سباعي، وكل هذا تمرد على هذه اللغة. فهذا هو الواقع يعني. حتى خطأ سيبويه صاحب كتاب الكتاب الذي هو كالجبل هذا الكتاب. فلذلك كانت هذه اللغة لغة ثرية. واقعها كذلك في مؤسستنا، أصبحت المراسلة الإدارية هي باللغة الفرنسية. المراسلة الإدارية رجل عادي باللغة الفرنسية، يعني ما ليست باللغة العربية، بل تحدث أنت في الشارع مرة كيحكي لي واحد الجوج قالوا اليوم غنتكلموا على اللغة العربية. طلعوا الطوبيس جا عندهم ذاك اللي كيتخلص قال كم التذكرة؟ أو تيضحك عليهم هذاك اللي في الطوبيس قال كم التذكرة يعني كم ثمنها؟ قال أو يضحك. إنسان لم يتعود، يعني كيجي بحال استهزاء أن الإنسان يتكلم باللغة العربية. هي دارجتنا فيها شيء من اللغة العربية يعني، وفيها شيء من طرائف أنهم يضعون رجل يتكلم باللهجة المغربية ويضعون تحت الترجمة. يعني هذه مشكلة والله، هذه يجب أن نرجع إلى أنفسنا ونلوم أنفسنا على تفريطنا في هذه اللغة. تعرفون المنتدب الفرنسي لما كان في الجزائر قال إننا لن نستطيع أن نزيل القرآن من قلوب هؤلاء الجزائريين، ولكن نستطيع أن نغيب لغة القرآن فنجتث القرآن من قلوبهم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعلمون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن الحفظ أن يحفظ لغة القرآن. لذلك كل قوم أوكل إليهم حفظ كتابهم فضيعوه، إلا نحن حفظ الله لنا هذا الكتاب. ثم ارتباط هذه اللغة العربية كذلك بالهم، هذا الهم الذي يحرك. أنا أذكر أنا كنت لا أحب قواعد اللغة العربية، كنت دائما نقط في الإعراب يعني لا. لكن لما تحرك في هم لهذه اللغة تعلمتها وأحببتها، وحفظنا الأجرومية اللي هي للأجروم، وكذلك حفظنا شيئا من الألفية. تعرفون العلماء خدموا هذه اللغة. تتساءلون ما خدم اللغة العربية؟ خدمها العجم. سيبويه أعجمي فارسي، ابن جني أعجمي كذلك، الفيروز زمادي ابن جني صاحب كتاب الخصائص، الفيروز زمادي صاحب القاموس المحيط أعجمي، ابن منظور صاحب لسان عربي هو عربي كذلك، هو عربي يعني. هذا الوحيد عربي ابن منظور. يعني جميعهم نأتي للحديث البخاري ومسلم وابن ماجه وجماعة من العلماء. فلذلك ننطلق في تعلم اللغة العربية من الهم. أنت إذا جلست في أوروبا ولم يستطع ولدك أن يفتح القرآن ويقرأ فما قدمت شيئا، أنت احمل حقيبتك وارجع. يعني هذا صعب أن الولد يفتح القرآن. أنا وجدت ولد في كندا أمه عربية أبوه عربي وهو يقرأ القرآن بالترجمة، ملامحه عربية وكله كندي، وهذه قضية خطيرة. يخشى الإنسان أن ينقطع نسله. تقول لي كيف ينقطع نسلي؟ أقول لك الآن أنت تربط ولدك بدولتك
وبثقافة دولتك. أنت تشغل إذاعة دولتك. أنت تطبخ طعام دولتك. هل تضمن أن يكون ولد ولدك مسلما؟ إذا تاه في بلاد الإسلام فسيكون مسلما. إذا تاه ولد ولدك في بلاد الغرب. ولذلك الجاليات التي سبقت في كندا مثل الأفغان والهنود انقطع نسلهم، تحولوا إلى كنديين لا علاقة لهم بثقافة ولا بدين ولا بدولة. ولذلك الإنسان يخشى على نفسه. زيد بن ثابت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لغة يهود فإني لا أمنهم على ديننا، قالوا تعلم لغة يهود، قال زيد فحذقته في 40 يوم. شوف، تعلم السريانية التي كانت أنذاك ثم تحولت العبرانية في 40 يوما. من الذي حرك الهم حتى قال زيد إذا كان يتحدث أمام اليهود ظنوه يهوديا؟ الكلمة التي حركته وهي قوله فإني لا آمنهم على ديني. ولذلك أنا لا أريد أن أحسن وصف الضلال، وإنما نريد أن نخرج من الظلام إلى النور إن شاء الله. فنريد أساليب عملية. يعني الإنسان يدفع مال لأجل تعليم اللغة العربية، يأتي بمدرس يقول أنا حلمي أن يفتح المصحف، أنا أموت وابني يفتح المصحف ويقرأ بسلاسة. الحمد لله، فعلت ما علي، قدمت ما علي، لكن أن تكون أنت جناية على هذا الولد فلا. ولذلك نحدث مدارس لتعليم اللغة العربية، نحن نفتح المساجد وتبقى هذه المساجد يعني خاوية، ليس فيها برامج، ليس فيها تعليم، ليس فيها شيء، نأتي نصلي ونذهب يا إخوان. قال ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، هذا العالم له كتاب في 800 مجلد، قال إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهله فلا تنظر على تزاحمهم على أبواب الجوامع، ولكن انظر إلى تعظيمهم للأمر والنهي. قال لا تنظر إلى تزاحمهم على أبواب الجوامع، ولكن انظر إلى تعظيم الأمر والنهي. لما يقرؤون يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا، كيف يتصرفون؟ لما يأتيهم النهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، كيف يتصرفون؟ إذا حققت الامتثال فأنت الرجل. ولذلك يتساءل الإنسان، هؤلاء الصحابة لماذا سيجهم الشرع بسياج؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام مسلم في كتابه من فضائل الصحابة، قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما ترعاها، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، والأمانة هي الأمان، أي ما دمت فيكم فأنتم في أمان، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذن هذه اللغة ننطلق في تعليمها انطلاقا من هم يعتني الإنسان. لغة التخاطب في البيت قد تكون لهجة دولة من الدول، لكن نطعمها ببعض الألفاظ العربية. يعني قلت لك مثلا أنا غركب في السيارة، وش بحال قلت لك أنا غركب في الطوموبيل؟ ها؟ ليس سواء. إذا استبدلت أنا سأركب في السيارة، ليس أنا غركب في الطوموبيل. الطوموبيل عندنا الإخوة اللي ما تعرفش الطوموبيل هي السيارة، هي لأن اللغة اللهجة المغربية خليط بين الإسباني وبين الفرنسي وبين العربي. لوطو فهي خليط، يعني بعض الألفاظ فرنسية وبعض الألفاظ إسبانية وبعض الألفاظ عربية، بعض الألفاظ عربية. أنا وجدت أجمع في القاموس الآن، عندي مشروع أجمع بعض الألفاظ العربية التي هي في اللهجة المغربية، مثل الشارف مثلا، كنقولوا إنسان شارف، أي كبير. الشارف في اللغة العربية هو الأكبر سنا من المعز،
أو مثلاً نقول المأتم. المأتم قالوا هو اجتماع الناس في الأفراح والأطراح، ولا يخصونه باجتماع الناس في الوفاة فقط. يعني هناك كلمات عربية على الاستحياء، على الاحتشام. هذه اللغة فرية شاكلة زيادة. فهذه اللغة هي شرط من شروط المفسر، شرط من شروط الاجتهاد. قال الإمام مالك: لا أوتى برجل غير عالم بلغة القرآن يفسر القرآن إلا جعلته نكالا. وذلك لأنه يتجرأ على القرآن، قرآن فصيح، لغته فصيحة. والعلماء من علماء التفسير خدموا هذا القرآن، فسروه من جهة التواتر، فسروه التفسير الفقهي، فسروه تفسيرا علميا، يعني كل هذه أنواع. يعني أذكر من غنى هذه اللغة العربية أن قوما من العرب كانوا لا يتكلمون إلا بالمتقعر من اللغة. فواحد سيد جاء فلم يعرف أن يتكلم مع القوم، فقالوا دي خلي تلجي يخرجوا ونشوف الجارية ديالهم ونتكلم معها، لأنها خالطت الحضر. ولذلك من خالط الحضر فإنها تدب إليه العجمة. ولذلك علي بن أبي طالب لما وضع أبو الأسود الدؤلي الذي ينسب إليه وضعه قواعد اللغة العربية، يقولون ممن أفادنا النحو علي عن بنته التي نوت الشبا، فقالت: ما أشد الحارة؟ فقال: قولي ما أشد الحارب. فقال: أدرك الناس. فوضع أبو الأسود الدؤلي قواعد اللغة العربية. فقال للجارية ذا جاء عندها، قال لها: أين ذهب سيدك؟ قالت: فاء إلى الفيافي يفيء لنا فيئا، فإذا فاء الفيء فاء بالفيء. قال لها: يا أختاه، أنا ما فهمت، يعني أهلك يعني أفهم أنت يعني كيف هذا؟ شو فاء؟ شوف، وكلها بمعنى فاء ذهب، إلى الفيافي إلى الصحارى الصحارى، يفيء يحضر لنا، فيئا صيدا، فإذا فاء الفيء وغربت الشمس فاء رجع بالفيء. ثم يقول بعضهم نظم بعض الكلمات التي يقول: أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. كلمة واحدة تؤدي كل هذه المعاني. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام. ولذلك قال الشاعر: كلامات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. جراحات السيوف لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. ولذلك الإنسان يحرص على فمه. الكلمة كالدب الذي يخرج من غار صغير، فإذا أراد أن يرجع لم يستطع. فكل هذا يعبر على ثراء هذه اللغة. ظاهرة النظر في اللغة العربية، لما يقول المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى شعري وأسمعت كلماتي، من بذي صنم، وإني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم. هذا لما يقول في الفخر، لما يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما صعد أبو شعيب الدكالي رحمه الله صعد المنبر، فوجد بعض الطلبة قد كتب له شعرا يهجوه فيه، يقول له: وكنت أرى كما قيل زيدا عالما، إذا هو عبد القفا ولا هازم. فأبو شعيب الدكالي وقف ثم نظم شعرا على السجية على الصليقة، قال له: أيا من رماني باليراعة واختفى، ولم يتعرض للقفا ولا هازم، هل هم إلي لينظر من عبد القفا ولا هازم. ولذلك ذكر عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه لما صلب بعض الصالحين شاعر قال بين أبيات، لما سمع الحجاج قال: وددت لو صلبت فقيلت فيا. ما هي هذه الأبيات التي سمع الحجاج؟ لما رأوه مصلوبا قال: علوم في الحياة وفي الممات، لحقا أنت إحدى المعجزات،
كأني بك واقفا في الناس خطيئا وهم وقفوا أمامك للصلاة. فقال الحجاج: وددت لو صلبت فقيلت فيا. بل إن بعض الملوك لما قال فيه بعض الشعراء أبيات خيره، قال: إما تأخذ نصف ملكي أو تجلس يعني مكاني. لما دخل عليه فقال له: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه ما أنت سائله، ولو لم يكن في كفه إلا روحه لجاد بها فليتق الله سائله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه ما أنت سائله، ولو لم يكن في كفه إلا روحه لجاد بها فليتق الله سائله. يذكر عن الإمام الأصمعي أبو قريب أنه دخل وليمة وجلس، والناس كانوا يعني طيبين، داك الشيء فيه السمن، تعرفوا انتم ها اخواننا السمن بكل لغاتهم بالمصري و... ها سمن بلد سمن بلد. فكان جالس يعني رجل اعرابي وكان ياكل والسمن يسيل من على لحيته، فالاصمعي اراد ان يضحك عليه الجلوس فقال له: كانك أفلة في أرض هشي أتاها وابل من بعد هشي. فضحك الجلوس، فنظر له الأعرابي وقال: كأنك بعرة في إست كبشي مدلات وذاك الكبش يمشي. فغضب الأصمعي فقال للأعرابي: هل تحسن الشعر؟ قال: أنا أمه وأبوه. قال: أتني ببيت قافيته الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، وهو أشد شيء في المستجدة بين الشعراء. فقال الأعرابي: قوم بنجد عهدتهم سقاهم الله من النوم. قال: النوم ماذا؟ قال: نوم تلألأ في دجى ليلة كالحة مظلمة اللون. قال: النوم ماذا؟ قال: لو مشى فيها فارس لانثنى على بساط الأرض منطو. قال: منطو ماذا؟ قال: منطو الكشح يهم الحشا كالباز قد انقض من الجو. قال: جو ماذا؟ قال: جو السماء والريح تعلو به قد شم ريح الأرض فعلو. قال: فعلو ماذا؟ قال: فعلو لما عين من صبره فصار نحو القوم ينعو. قال: ينعو ماذا؟ قال: ينعو رجال للثنى كفيت ما لاقوا ولاقوا. قال: وما لاقوا؟ قال: إن كنت لا تدري ما أقول فأنت عندي رجل بو. قال: وما البو؟ قال: البو كسح كس جده بأحد قرنان تقوم أو. وكانت الصحون والأطباق تقوم أو. قال: تقوم أو. قال: خشيت أن أقول له أو. قال: أو أعلوك بصوانة على رأسك تقول في ضربتها القوم. فالشاهد عندنا هذه اللغة العربية الثرية، وثراؤها نابع من شيء عظيم وارتباطها بالقرآن الكريم. فالله الله في لغة القرآن، فلندرك أنفسنا. التعلم لا يعرف سنا، لا يعرف بلدا، لا يعرف مساحة، فلنبادر ولتكن هناك برامج عملية لتعليم هذا القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله تعالى لنا خير الجزاء. شكر الله لك، شكر الله لك. إن شاء الله تعالى، سبحان الله، حينما قلنا 45 45 هذه بالتمام والكمال إن شاء الله تعالى. الإخوة ربما بعض المداخلات أسئلتهم أو تكون في الموضوع إن شاء الله تعالى، نسمع حتى الإنسان مداخلة في كيفية تعليم أولاد المسلمين في هذا البلد كذا الأشياء. ها؟ إذا كانت في معلومة زائدة كذا. نعم. نريد وهي. نعم إن شاء الله تعالى تفضل. نبقى الآن حنا حتى صلاة عشاء إن شاء الله تعالى، كم تبقى؟ 45. زيدوا إن شاء الله تعالى. ربنا هو ولو الأخ يونس، سؤال بالنسبة لتعلم اللغة العربية، هل هي من فروض الأعيان أم من فروض الكفاية؟ هو الشيخ نور الدين يعرف الجواب. هذا كالصحابة كانوا يفرحون إذا جاء رجل أعرابي من البادية يسأل، فيفرح الصحابة لأن الله نهاهم قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فالرجل الأعرابي لا يعرف مقدمات ولا يأتي، يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ يعني خلاص هو يريد يستعد. فالشيخ نور الدين ذكر قضية التعليم، تعلم اللغة العربية يقول العلماء على مرحلتين.
هناك التعلم الذي يكون لإقامة اللسان فقط، وهذا واجب على كل واحد، ليس هذا قولي أنا، لا أفتي، ولذلك أنا ضد أن هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونحن أمرنا أن نتدبر القرآن، والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية وما لا يتم الواجب به فهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكان تعلم اللغة العربية واجب. ثم قضية المرحلة الثانية في تعلم اللغة العربية هي قضية التخصص، وهذه الإنسان ينبغي أن يسلك فيها، أن يتقن المنظومات المختصرة كمنظومة ابن أجرهم مع شرحها للإمام الأزهري، ثم ينتقل إلى ألفية ابن معطي أو ألفية ابن مالك. يقول محمد هو ابن مالك، أحمد الله ربي خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وأهله المستكملين الشرفة، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد موجز، فائقة ألفية ابن معطي وهو بالسبق حائز تفضيلا، مستوجب الثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لوله في درجات الآخرة. فهذا مرحلة التخصص، يتقن اللغة العربية ثم ينتقل إلى إتقان بحور الشعر وما ينظم عليه الشعر، ثم إلى علم البيان من بلاغة واستعارة وكناية وغير ذلك. شيخ، سؤال آخر بالنسبة لبعض الآباء، كيف السبيل إلى أن الوالد أو الأب أو الأم، فأغلب الآباء أولادهم خرجوا عن أيديهم، ليس خرجوا إلى الشوارع هذا القصد، خرجوا عن أيديهم، لا يملك له لا ضرا ولا نفعا في المسألة. فنصيحتنا إن شاء الله تعالى، نصيحة الشيخ إلى هؤلاء الآباء، كيف يتم التعامل من جديد إن شاء الله تعالى مع أبنائهم حول هذا الموضوع إن شاء الله، وخاصة اللغة العربية. تصور يا شيخ أنه حينما يأخذ الله عز وجل الأب والأم والابن الذي لا يتكلم اللغة العربية، كيف يدعو لأبويه خاصة في مسائل الدعاء، أو في صلاة أو ذكر أو عبادة، كيف يدعو لوالديه؟ نعم، هي قضية السن مهمة في قضية التعلم. يعني نحن نقول أن في سن معينة مثل 6 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات قد يتغلب على هذه القضية بتحفيز هذا الولد. يعني قضية التحفيز هي قضية شرعية، وأن الإنسان مجبول على تحفيزه، فيكون تحفيز بعض الهدايا، يكون تحفيز بعض النزهة بالخرجات على أن يندمج، وهذه كذلك مسؤولية المراكز، على أن المراكز توجب تدريس اللغة العربية حتى هذا الولد ينخرط في هذا التدريس، ويكون هذا التدريس بأساليب عصرية. لكن إذا الولد كما نقول شب عن الطوق أو خرج عن السيطرة، فهذا لا زال يتعلم، فإنه يتكلم معه ويكون واحد الكلام في مستوى عالي، وأن هذه لغة الدين، وكذلك ينتج معه أسلوب التحفيز. أما أساليب أخرى فهي لا تجدي نفع. الآباء شرع، يعني لكن في واحد سن معينة صغير الإنسان يتدارك من الآن، يتدارك المعروف. وهناك أعجبني بعض الآباء أنهم يرسلون أبنائهم في الفترة الصيفية إلى بعض المراكز في الدول العربية لتعلم اللغة العربية، هذا جيد، هذا لو وجد جيد، لكن في انتظار ليس بالإمكان، أبدع مما كان، في انتظار المراكز توجد أقساما لتعليم اللغة العربية، والآباء يجعل هناك محفزات لهؤلاء الأبناء حتى يذهبوا لدراسة اللغة العربية. يا أخي، يعني ابنك إذا انقطع عن الدراسة فترة أسبوع فأنت تكاد تجن، يعني تقول سوف يذهب مستقبله، هذا المستقبل الدين الشرعي، إنه لا، إذا لم يدرس القرآن ولم يدرس اللغة العربية لا شيء، تجالسه وتؤكله بعض الأحيان سلوكا هو يعطي ردة فعل الوالد. يعني أنت يجب
تجعل قضية اللغة العربية هم مصيبة سوف يقع البيت. يعني أنت يجب أن تتعلم اللغة العربية، أنت يجب أن تتعلم تقرأ القرآن، لكن أن تجعل القضية نافذة تحققت أو لم تتحقق فكذلك هو يستشعر أن القضية سهلة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في قضية المحرمات كانت تنتفخ أوداجه ويحمر ويقول صباحكم ومساكم. قال العلماء كل هذه القضايا ليصور لك فضاعة الأمر. كان بممكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الأمر وهو مسترخي، لكن لا، إنه معلم صلى الله عليه وسلم. أخوة إن شاء الله. والسؤال التالي أخذ الشباب عنده ثقافة بخصوص غربية، لما الشباب يدرسوا مع كله في المدرسة وكي يأتي البيت يلقى شيء آخر خطير بخصوص في حالتي لك الآباء والأمهات يعني ما عندوش ثقافة عربية. نعم، يعني حتى في البيت هو لا يجد الجو. هذا الذي تقصده، وهذا الجو ينبغي أن يوفر. ولذلك يا إخوان أنا قدمت القضية، أنا يعني أمازيغي، أندري أنا أدر من أصول أمازيغية، لكن إذا تكلمت مع ابني في البيت كلام باللغة العربية، الأمازيغية أكلم بها رجل شيبة لا يعرفني أتكلم باللغة العربية أكلمه. ولذلك ينبغي علينا أن إما أن يعني نختار اللهجة التي هي أقرب للغة العربية في بلادنا نتكلم بها مع أولادنا. يعني أنا قلت أن الدارجة المغربية أقرب إلى اللغة العربية. قضية اللهجة، أنا لا أتكلم مع زوجتي يعني باللهجة وأصر على تعليم ولدي اللهجة على حساب اللغة العربية، وإن كان يجوز لي أن أعلمه لهجتي، أعلمه أن اللهجة الأمازيغية، ولكن ليس على حساب اللغة العربية. وأعتز بتعليم اللغة العربية على تعليم اللهجة، لأن اللهجة لا قداسة لها. اللهجة هي طريقة التواصل وتفاهم بين الناس. إذا أنت ربما قصدت أنه لا يجد الجو في المنزل ويدخل البيت كذلك ولا يجد الجو، لذلك نحن مطالبون أيها الأمازيغ أيها الريف مطالبون بتوفير الجو. هذا الجو يكون حتى يعني بالقنوات، أجعل بعض القنوات التي تتكلم اللغة العربية قد أجعلها مفتوحة، والابن يأخذ لفظة من هنا ولفظة من هنا، هذا جيد، لكن الاندراج في سلك تعليم اللغة العربية هو أفضل. ولذلك أقول أن المسؤولية متبادلة، المراكز توفر لأن بعض الآباء يتعلل بعدم وجود أماكن، والآباء يضحون بشيء من أوقاتهم، وكما قلت تحفيز الأبناء عن طريق المال، عن طريق الهدايا. وكما قال الأخ عزيز، والله مصيبة أن ولدك لا يعرف بماذا يدعو لك، وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو لك. أذكر أنا من طرائف أن في هولندا هنا كانوا في المحكمة، فواحد هولندي سيدخل عند القاضي عنده تهمة مشكلة يعني قد تأتيه غرامة 50,000 أورو، فهو جالس ويرى مسلم عنده قضية يقرأ قرآن، فيقرأ القرآن ويدعو لصديقه الذي دخل شاهد سيخرج. فلما خرج صديقه العربي قال الحمد لله كسبنا القضية، فقال الحمد لله قبل المصحف. هذا الرجل الهولندي ماذا قال؟ هو يعرف كلمات، كان صاحب المطعم، فقال الله السلام عليكم، الله السلام عليكم. تذكر هذه الكلمات أن العرب تقول الله ويدخلون الزبائن فيقول السلام عليكم، فقال يا الله السلام عليكم. يعني الإنسان يدعو باللغة العربية. حتى كاين دابا حنا الولد إلى العرب العربية من بواه
وإلا عرف الفرنساوية من بواه، وإلا عرف أي لغة من بواه، كاع الوالدين، الوالدين الله يهديهم، كاين الوالدين اللي كيعدوا ولادهم، أو بس الولد أنا الراجل اللي كيهضر مع ولده جلس معاه ويهضر مع الفرنساوية، أو كيهضر مع العربية، يهضر مع الهولندية، أو كيهضر مع العربية، يهضر مع الإنجليزية، مع الناس الإنجليزية والفرنساوية راه كتسلكنا في البلاد. نعم. ولا هي الهولندية ما تسلكناش. نعم جزاك الله خير. ولذلك أصبحنا نفتخر ونعده نقصاً أن لا نحسن اللغة الأجنبية، ولذلك نحن نتعارك في بعض الدول كي نتقن كلمة أو كلمتين. أنا ركبت في الطيران الإماراتي على دبي فأريد ماء، وأنا كان تخصصي إسباني، درست لغة إسبانية وأقول أبلا إسبانيول، لا أحد يتكلم إسباني، فرنسي لا أحد يتكلم فرنسي، إنجليزي أريد ماء ماء، فأشير بالحركة وأنا راكب في طيران خليجي. هذه مشكلة والله. عربية لا ما كانش عربية في الطيران الإماراتي. لا يزعلون منا الإخوان إذا كان إماراتي. إماراتي إماراتي وافتخر يعني. شيخ حتى مداخلة بسيطة إن شاء الله تعالى، حتى بالنسبة للتضحية ذكرت إن شاء الله تعالى، وبعض الآباء بالنسبة لبعض المراكز فهم يقومون بجهودهم والحمد لله، حتى أن بعض الآباء وهذا وقع حدث لنا هنا في هذا المكان، أننا حينما نطالب أبا بمبلغ 35 أورو هذا للمساهمة فقط لولدين 35 أورو، أنا سنتين أتبع أحد الناس سنتين على هذا 35 أورو، بعدها تعب مني فماذا مكان العمل؟ أنه أخذ أولاده وأخذ كل شيء ولم يأتي مرة أخرى إلى المسجد. فهل أنا الآن مخطئ وهل أنا سبب في ابتعاده عن المسجد؟ هو يأتي الآن الحمد لله، لكن أولاده ذهب به ربما إلى مكان آخر. فالتضحية هذه ليست موجودة عندنا في هذه المكان، نضحي بكل شيء لياجور وصلانة وتسافر وما ذلك، لكن حينما تسأل 35 أورو هذا المبلغ الزهيد والو والو، فالإنسان يتدمر وإلى غير ذلك التضحية. إذن القضية هي قضية مرتبطة بقضية الإنفاق. أنا أقول للإخوان في الدول الغربية، نحن في الدول العربية المسلمة إذا لم تدفع دفع شخص آخر، أنتم إذا لم ندفع أنا وأنت لا يوجد من يدفع، ولذلك هذا جزء. ولذلك أنا وجدت بعض الناس في كندا لا يصلي ويدفع للمسجد، يأتي بالقدر المطلوب شهريا للإمام، فسألته قلت له إن شاء الله لماذا أنت لا تأتي للمسجد؟ قال الحمد لله إذا بقي هذا المسجد مفتوح أنا فرحان. قلت له لكن أنت مطالب بالصلاة كمثل المتنبي. قالوا كان لا يشرب الخمر ولا يصلي. قالوا وديبنا لو شرب الخمر وصلى، لكنه لا يشرب الخمر ولا يصلي. فهذه قضية الإنفاق، إذا لم تنفق أنت هنا لا يوجد، يعني ما يمكنش الإنسان يبقى يتافت كينا أنا يعني. وكان عندنا هذا المال هو جزء من التضحية لبقاء هذه البيوت مفتوحة إن شاء الله وللمساهمة. فلذلك إنفاقنا في الدول الإسلامية، لكن الدول هنا ينبغي أن ننفق ولا نتكل. والله سنة أنفق في المسجد والله إلا وجد بركة في رزقي، ووجد بركة في أولادي، ووجد بركة في صحتي، وما نقص مال عبد من صدق. هذا الذي تيسر. بارك الله فيك شيخ. الشيخ عندي واحد الاقتراح. هنايا عندنا القنصلية ديالنا، عندنا صاحب الجلالة الله يحفظه، عندنا صاحب الجلالة الله يحفظه. آمين. مول لنا ما قلتوش امين، عطوا العيون شدهم كامل. مول لنا باش الناس اللي في العطلة كيديروا ولادهم للرحلات. حنا القنصلية ما كتزورنا، ما كتدي لنا ولادنا خاصها تزور المساجد وخاصها تدي ولادنا الرحلة. انا عندي رسالة غنبلغها ان شاء الله لمؤسسة الحسن الثاني الجاية المقيمة بالخارج. تقولي مع المصدر. مع المصدر. مع المصدر. ساكن ساكن في كرسي، ديني كرسي. صافي.
علاش ولا يقصد لا يقصد بعد الزكاه ان شاء الله تعالى والله العظيم كما قال الشيخ ان شاء الله فاحنا احنا خصنا نهزوا بريوسنا ما نتسناو قنصليات ما نتسناو سفارات ما نتسناو ناس اخرين اسمع ان شاء الله تعالى الزكاه الهضره ديال فرنسا صافي مع الدمه ديال القنصليات الناس الاولين اللي كانوا في القنصليات هما اللي خلاونا وصلنا لهذا المستوى احنا نعاودوا على ريوسنا ان شاء الله تعالى الاشياء اللي عندنا في هذا المسجد مفتوح بالنسبه للي خلص واللي ما خلص اللغه العربيه الان احنا نقيم حجه شيخ لا ان شاء الله تعالى موجود الحاج عنده واحد الحق يعني اننا لا مانع ان نطرح هذه القضيه وفي كندا وصلت يعني واحد الهبه جيده لبناء مسجد كيكون فيه الشيخ نور الدين كيخطب فيه شي 500 مليون وانتفع به المسلمون لا حرج الانسان يضع كذا لكن لا نتوقف يعني لا يتوقف الانسان يعني انا اما ان يستعيذوني او انا لا نشتغل ان شاء الله نعم لا يعتبر رايك ولا منهجيه ما يبعد ان شاء الله فيها خير السياسه من بعد ان شاء الله تعالى بس كيما قلت لكم السياسه نبقاو في اللغه العربيه ان شاء الله تعالى دقائق معدوده ان شاء الله ما لديه سؤال اخر الشيخ عبد الرحيم شيخنا الشيخ عبد الرحيم هذا كان إمام المسجد والمعلم وكان مجاهد بالنسبة للتعليم هذا كان في عمار ناقص في حقه ليس ناقص لا كان كأنه لا يزال يدو سبب المبيع عجبني الشيخ حفظه الله ما ذكرني بالألفية نعم شيخ الله يحفظك الله يحفظك بسرق حيزون تفضيل المستجيب والتغيير نسأل الله تعالى أن ينفعهم خير إن شاء الله نختم نطلق الشيخ إن شاء الله تعالى يجدد الوضوء ربما الإخوة من مصر الإخوة نعم تفضل أحمد من ناحية القراية ديال الدين كيخص مثلا ما غاديش نقراو السبت والحد صافي خصنا نحاولوا كاين لا نادى السبت والحد مثلا جو الدراري عندهم قراية عندهم رياضة عندهم كيخص هذه الأيام الأخرى مثلا بحال اثنين بحال ثلاثة لا 4 و5 ناخذ واحد وقت نعم المشكله عندنا راكين ليس في الوقت لكن المشكل في المعلمين احنا عندنا المعلمين بعض المعلمين يفهم على هنا الناس في خطبه الجمعه بوك الامام نصب الامام رفع بوكها خاصه مفعول به وملي تجي ما عمرك قررت حتى واحد من ولاد المسلمين احنا المشكل عندنا الوقت موجود المكان موجود المال موجود انا اقول المال موجود ان لم يكن المال الشر فأموال المسلمين موجودة لهم هناك أناس كاينين الناس اللي بغاو يوصلوا هذا المستوى إن شاء الله وينفقوا من عندهم إن شاء الله ليس مشكل لكن المشكل في المعلمين ما عندناش الناس اللي بغاو يساهموا معنا إن شاء الله تعالى ويزيدوا قدام إلا ما رحم الله عز وجل كاينين بعض الإخوة يجاهدون إن شاء الله وبدون مقابل ها وحنا اقترحنا شيخ حتى بالنسبة للمقابل لمن أراد الأجرة عنده إلمام شوية إلمام باللغة العربية وقواعد اللغة العربية مرحبا به ها بلاصه ما يمشي يدير يزيد اوفر مالك يمشي لشي بلاصه يخلص يخلصوا المسجد ان شاء الله تعالى وكن على يقين يخلصوكم الستور ان شاء الله تعالى هذا هو الموضوع واحد الموظف يعني يلا تفضل يا جماعه تفضل ولا تسمينا هذا هو المشكل ان شاء الله ولكن احنا على موعد ان شاء الله تعالى كما ترى كما يرى الاخوان احنا على موعد ان شاء الله مع البناء والتشييد والتعمير وبعدها ان شاء الله تعالى يا شيخ نور الدين بعدها ان شاء الله تعالى نحطوا ما يسمى بالبروجرام هذا البرنامج ان شاء الله البرنامج ان شاء الله تعالى المشاريع ان شاء الله الجديده التي تقترح ان شاء الله الاخ العزيز من الاخوه المسؤولين بانه تكون هناك شعبه ديال اللغه العربيه شعبه اللغه العربيه غتكون بحال الطريقه ديال الجامعه الاسلاميه بحيث ان الافارقه وجميع الاعاجم كيأتيو من كل حدب وصوب وفي مدة 6 شهور كيوليو كيتكلموا باللغة العربية ماشي ديك الطريقة ديال زوزو يصطاد السمك وكاين الطريقة الأكاديمية حنا قلنا للإخوان في بعض المراكز ليس هنا قلنا لهم جيبوا أساتذة أكاديميين وأنا أقترح الأخ يونس هذه إن شاء الله حتى تكون في الملف أساتذة اللي غادي يديروا واحد الدورة حنا عندنا ناس إخوان قراو في المغرب يعني كاين اللي عندهم التجربة باش تكون عندهم خبرة وتكون عندهم كفاءة باش يستطع لأن يعني الإنسان اللي ما عندوش المنهجية والبيداغوجية ديال التدريس راه بحال اللي راك في الجمل وغادي في الصحراء فهمتي بحال اللي كيصوب الطوموبيل بلا بيرمي نعم لا تصور لأن كاين هناك خلل
وجدنا اللي كيقروا اللغه العربيه كيقروا القران الحمد لله بالهولنديه هذا خطا. نعم لازم المساله حتى فيها وقت. نعم تفضل يا شيخ. ذكرني بعض الشخص تدي له فبعض الطلبه في دور القران بعض الطلبه في دور القران اشتكوا لشيخهم قالوا هؤلاء نحن ندرس قران اللغه العربيه ونرى الصبيان يذهبون الى المدارس ويجلسون في الطاولات ويدرسون اللغه الفرنسيه فقال لهم سوف ادرسكم اللغه الفرنسيه قالوا لو انت شيخ ندرس القران قال نعم ففي الصباح نظم لهم نظم ماذا يقول فيه يقول للاسم كل نوع وللفعل الفعل كزيد الفعل انا وزيد قدام الراس طيد والانفوني والعقوق وان اردت كثره فقل بكو تحيه الصباح عندهم الوجود يعني نظم لهم نظم حتى انتهى الى ان نظم لهم رخصه السياقه قال يا سائلا عن رخصه السياقه أوراقها ست لدى الحساب فهكذا نظم على اقتضاب أولها الرخصة والتأمين ضريبة أداؤها قمين فإذن صاحب السيارة إذا كانت لغيرك وإلا في البدع لا كارت غريز ولا فيزيت إذا مضت عشر سنين من عمرها مدت فصل إذا انقطعت الأفران فانقص من السرعة يا فلان وشد من قوتك الشد المحكمة وحول الفتيس نحو التزيمة وإن كنت سوق وسط حاضرة فحك براسك في جلد دائمة.